هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. مقدم حفل الوداد يحرج شعيب فيضي الوافد الجديد على الوداد. أثار مقدم حفل نادي الوداد الرياضي الذي أقيم عشية يومه الخميس بمركب محمد بن جلون الكثير من الجدل من خلال تقديمه للوافدين الجدد والطريقة التي كان يتحدث بها، وأحرج المقدم المذكور بعض الوافدين الجدد على القلعة الحمراء، خاصة اللاعب شعيب فيضي الذي فضله على الأرجنتيني ليو ميسي المنتقل حديثا لباريس سان جيرمان الفرنسي قادما من نادي برشلونة الإسباني. وقال مقدم حفل الوداد لحظة تقديم اللاعب فيضي الذي يخوض أول تجربة بالدوري الاحترافي قادما من الهوات قال: هذه الأيام كانوا انتقالات بزاف، ومن بينها الانتقال اللي أحد الضجة في العالم وهو انتقال ميسي لباريس سان جيرمان، وعطوه الرقم 30. الوداد حتى هي عندها ميسي ديالها وعطوه النمرة 30، وجاي يلعب في الوداد وغادي يشرف الوداد وغادي يلعب أحسن من ميسي. معنا اليوم في الدار البيضاء النمرة 30 شعيب فيضي. وبدأ اللاعب شعيب فيضي مرتبك بعد ذلك من خلال كلمة ألقاها أمام اللاعبين والطاقم التقني والإداري قبل أن يقوم وقدم الحفل بإحراجه مرة ثانية بسؤاله عن عدد الأهداف التي سيسجلها في الموسم القادم. وأجمعت فئة واسعة من الجماهير الودادية على أن مقدم الحفل لم يكن في المستوى الحدث، خاصة بعد تكراره لبعض المصطلحات الخارجة عن النص. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.